موضوعنا حلو جاسم. اي والله أيوه. لغه الجسد. اي بس احنا شوي متصلبين. شوفي على حسب اذا كذي ولا كذي. اي احنا خلينا ننتبه شوي على لغه الجسد مالتنا اليوم، لان ضيفتنا متخصصه في هذا الموضوع، لان تختلف طرق واساليب التواصل مع الاخرين، فبعضها يمكن يكون لفظي والبعض الاخر ممكن يكون طريقه تواصلهم ضمني من خلال لغه الجسد. مستخدمين التعبيرات وجها لوجه ونبرات الصوت والايماءات، شلون نفهم لغه الجسد عشان نحقق المزيد من التواصل مع الاخرين. حلو، هذا ما راح نتعرف عليه اليوم مع الدكتوره زينب الزيادي الباحثه في لغه الجسد. مساك الله بالخير. مساك ونور وسرور، العاده الصبح عشان كذي. اي لا دشينا بس شوية. بعد الاذان الظهر خلاص نقول مساء الله. يعني ها شنو؟ لا انا بقول لها الحين احنا قاعدين كذي ف قاعده مذيعين احنا قاعدين القاعده. انا بسال او ان انا قاعده اشوف في نوع من انواع القلق وال اي لو ما قال لنا يعني متخصصه بلغه الجسد كان يمكن خذينا راحتنا. لكن بالضبط يعني هل ممكن لهالدرجه لغه الجسد تاثر في طريقه توصيلنا للمعلومه، طريقه تواصلنا مع الناس؟ النسبه شوفي احنا عندنا نسبه 53% هي التواصل عن طريق لغه الجسد، وهذه نسبه عاليه تعتبر. يعني احنا اللفظي ها عندنا نوعا ما 12%. اوكي انزين، فلما انت قاعده تسولفين سوالف عاديه ويمكن قاعده تعبرين، لكن لغه جسدك هي اكثر تعبر من لسانك. قد تكوني قاعده صارخين ومعصبه زين، بس واحده مثلي كباحثه في هذا المجال بامكان اني اصيد هل انه فعلا هذا صراخك، هل هو تمثيل او حقيقي. احنا نوصل لهالدرجه يعني، بس طبعا هذا لازم يكون واحد متمكن يعني. أكيد. لكن احنا في حياتنا العاديه بامكاننا توصيل يعني مشاعرنا، ايضا سلوكنا النفسي عن طريق لغتنا الجسديه. لكن هنالك اساسيات لو كل واحد فينا يعرفها او نوعا ما يكون متمرس ها بامكاننا التواصل بسهوله. يعني يقدر يكتشف المفاتيح وخلاص. نعم صح ولا لا؟ نعم. انزين الحين كل سياسي او كل خلينا نقول رؤساء دول او او مثلا لاعبين مشاهير ومدربين يحاولون ان يدربون هذه اللغه صح ولا لا؟ علشان ما يبين حق خلينا نقول الناس انه هو مرتبك ولا هو قاعد يكذب. صحيح. يعني يقولون اللي يكذب بيحك خشمه ما ادري. لا هي اوكي صح هي عامه صحيحه، لكن هي تختلف باي صبع انزين واي جهه انزين وطريقه ميلان الصبع نفسه للحكه، هذه كلها اي عشان ليش قاعد اقول لك لازم يكون اخصائي ها في بس لكن اساسياتنا احنا عارفين ان حكه الخشم بطريقه معينه هي للكاذبين، ولكن مو بالضروره تكون انه هو انسان كاذب. لكن احنا خلينا اول شيء نتكلم عن مفهوم لغه الجسد، لان كثير من الناس يجهلون هذا المفهوم. احنا لغه الجسد هي كل حركه او ايماء يقوم فيها الانسان اللي من خلالها تحلل شخصيته النفسيه في اثناء الحدث. يعني اي حركه يسويها ان كانت عفوا شوفك انا قاعده اسوي كذي انزين في ايدينا يعني لا, لا 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 مو هذه لا هذه لها شيء ثاني. اي بعدين نقولهم عندنا حركات الايدين، الاكتاف، الوجه، تعابير الوجه، الوقفه، القعده، تجتيفه الايد تختلف من تشتيفه الى تشتيفه، وقفتك ان كانت الريل مبطله او مسكره او موجهه لاي جهه. نعم. هذه كلها دلالات من خلالها نعرف نفسيه الانسان اثناء الحدث. زين احنا الحين انا شدني الموضوع شدك الموضوع. اي والله شدني الحين. يعني اذا في مجال يعني ما نقول تغششينا انزين شنو ممكن امثله احنا نشوفها او خلال اكيد يعني انت بالنهايه خبيره في هذا المجال، بعض الايماءات والايحاءات بلغه الجسد تدل على مواقف معينه. يعني جاسم قال يعني خلينا حكه الخشم انزين يعني انا ادري ان عنده فضول لموضوع ان سالفه ان هذا انسان كاذب ولا لا. طبعا هذه الحركه هذا صبعي هذه الطريقه بهذه الطريقه في ناس تسويها هذا كاذب
في الكلام او مثلا وهو قاعد يسولف وهو يسولف ان كانت سالفه عنده، لكن مثلا هذه الحركه اذا كان مثلا يجاوب على سؤال هو متوهق فيه هذه نوع من الكذبه، لكن بالجنب الثاني لا ما لها اي دلالات. نعم حتى العين قالوا العين خلينا الحين على الصبع والخشم خلينا نبلشين معاه يعني الحين مثلا هذه الحركه يكون الانسان نوعا ما قاعد يجامل. انزين في حركه اخرى اذا عندكم ناس يسوون هذه الحركه، انا واحد من اخواني يسويها دائما ها من زمان قبل ابلش في دراسه لغه الجسد كنت اشوفه دائما يسوي الحركه دائما هذه التكتيفه هذه ومسكه الخشم هذه، فما كنت اعرف قلت يمكن ها يمكن في ريحه هفت عليه مثلا اثاري هذه السالفه معناتها ان انت قاعده تسولفين ومو معطيته مجال انه هو يرد عليك. يعني انا بعدين يوم ما يعني قريت وشفت الصوره هذه قلت اخ اخوي كان يسوي هالحركه وهو كان هذا قصده معقوله. نكمل بعد الحين على الخشم والايد. مثلا احنا عندنا ايضا حركه هذه دائما وايد رجال يسوونها، قد يكون هو نوعا ما خجلان ها خصوصا لما تكلمه سيده او انثى، فيحاول كثر ما يقدر يخفي تعابير الخجل اللي موجوده على وجهه. نعم قاعد تضحكين هذه لان احنا الموضوع شاذ كلنا يعني اساسيات الكنترول واحنا والاستاذ كلنا كل واحد قاعد يراجع الحركات وهذه قاعده اقول اساسيات، لكن في اشياء ثانيه يعني تكون ثانويه لازم تكون موجوده عشان انا اقدر احلل الشخصيه النفسيه اثناء الحدث. انزين هل نقدر نتحكم فيها؟ طبيعي. يعني احنا دائما عقلنا الباطن هو اللي يحرك مشاعرنا يحرك سلوكنا النفسي، لذلك اذا قدرتي تروضين عقلك الباطن بامكانك ترويض ايماءاتك. اه حلو. لان في حركات نعرفها مثل لما انت تكلم احد وكذي. نعم. هذا انت قاعد تنذره او قاعد تزفه صح ولا بالضبط. هذه حركه سلبيه عفوا. انزين دائما عندك العين، انا قلت العين. نعم. إذا عندنا العين او اليسار. وهو لما تساله انت وتشوفه يطالع يمين اي يعني احنا دائما لما يطالع فوق هذا مقتصر في خيال الانسان. ولما يطالع للأرض أو للأسفل هذا يكون عايش أو يفكر بالواقع. نعم. إنزين من الناحية اليمين طبعا يفكر بالأشياء الخيالية الإيجابية، لكن لما يطالع باليسار ها بالأسفل تكون شغلات واقعية وسلبية. واقعية وسلبية. نعم واقعية وسلبية. إيه يعني سجل. يعني الحزن الشغلات الذكريات الأليمة هذه هي اللي تخليه يقوم بهذه الإيماءات. انزين هل تختلف اللغة من بلد إلى بلد ولا كلها احنا الأساسي لغة واحدة؟ الأساسيات هي أساسيات واحدة. لكن تختلف على حسب العادات والتقاليد فقط لا غير، لكن يعني ما تختلف يعني مو بجديل يعني هي الاساسيات هي اساسيات يعني اي خلاص هي اساسيات تكون في كل العالم في كل العالم. نعم دكتور زينب مهم ان انا يعني او اي شخص في اي مجال سواء كان مجال الاعلام او مجال مثلا هو كان مدير او موظف او قيادي ياخذ له دورات او ورش عمل فيما يخص لغه الجسد عشان يعرف يتواصل اكثر مع موظفينه يتواصل بشكل احسن مع الناس المحيطه. شوفي احنا في الدول الغربيه أكثر ناس يستخدمون أو يدشون ورش عمل أو دورات هم الساسة، وأيضا في مجال البنوك، لأن تدري أن هناك العملاء خصوصا الأغنياء لازم يحطون لهم ناس معينة طريقة التعامل تكون أسهل لهم. أيضا عندك الإدارات المدرسية، رجال الداخلية والدفاع. احنا للاسف ما قاعد نستخدم لغه الجسد في حياتنا او في جهاتنا الحكوميه ولو انها هي مهمه جدا. انا دائما اقول حق اللي ياخذون دورات يعني لو عندكم ناس مدرسين اولياء امور ناس تشتغل في الداخليه وفي الدفاع وايضا في عندكم هنا في مجلس الامه ضروري انهم ياخذون هذه الدورات لان هي تفيدهم في حياتهم العلميه والعمليه والاجتماعيه، لان دائما هم
أكثر ناس يتعاملون مع عامة الشعب، طبعا الإنسان المتعلم وغير المتعلم، ضروري ضروري أنه هو يكون عنده أساسيات شلون يتعامل مع كل النفسيات، لأن إحنا تدري يعني كل إنسان له طاقة، فعشان أنا أروض طاقتي النفسية لازم يكون عندي أساسيات لغة الجسد. لهالدرجة لغة الجسد تأثر على أشخاص، تأثر على ناس، على أكيد. يعني خاصة أنا إذا أنا ألقي محاضرة أو ألقي ندوة. طبعاً طبعاً يعني أنا عشان أكون إنسانة مقنعة لازم تكون لغة جسدي مقنعة أيضاً، يعني حركات إيدي، وقفتي، يعني توجيه الإيد أو الأرجل بطريقة صحيحة هي كلها تجذب الموجودين أو المشاهدين لهذه الندوة أو لهذه المقابلة التلفزيونية. هم تخفف التوتر في أكيد الشخص؟ أكيد أكيد، يعني الإنسان إذا كان عارف شلون يتعامل مع لغة جسده عفواً راح يقدر انه يقلل من القلق والتوتر عنده. زين، واذا في حاله كنا ما عندنا الحد الادنى من المعلومه فيما يخص لغه الجسد، هل ممكن هذا تؤدي الى مشاكل وتصادم مع الاخرين؟ خلينا نتكلم على محيط الاسره، بين الام والابو، بين الاخوان. شوفي انا والله يعني انا ودي اجتماعيا انه يكون عندنا اساسيات. يعني اوكي انا صديقتي او اخوي او اختي نمون على بعض، لكن في اشياء معينه او حركات او ايماءات معينه قد ما تعجب الانسان اللي في مقابلي، فضروري انه يكون عندي هذه الاساسيات حتى لو كانت نبره صوتي، لان نبره الصوت نوعا ما تكون تابعه للغه الجسد. فلما تعلى او توطى او يكون فيها الرجفه او تكون واثقه، هذا انا كنت بقوله، يعني مرات على المسرح اول الدقائق او اول ما اقدم تكون في رجفه بالصوت، يعتبر انه حتى احنا يا مدربين يعني انا مثلا عندي مو اقل من 1000 مقابله تلفزيونيه ما بين في الكويت وخارج الكويت، فهذه اول 5 دقائق هذه معاناه، لانك انت داخل على ناس ما تعرفهم، هل هم فعلا يتقبلونك او ما يتقبلونك. طبعا هذه شغله يعني عاديه طبيعيه، انت بذكائك وسرعة بديهتك بإمكانك دراسة أول شيء المكان. طبعا أنتم الإعلاميين أدرى في هذا الموضوع، تيون المكان قبلها طبعا بمدة، تدرسون المكان، بالضبط ترتاح مع المكان. صح اي والله. لا خوش، اذا كذي راح ناخذ منك دوره وتعطينا دوره اللغه ان شاء الله. وفي شغله بعد، وايد ناس تربط لغه الجسد في علم الفراسه، وهذا لا يعتبرون نوعا ما علوم مختلفه جدا. يعني علم لغه الجسد عفوا هو الايماءات النفسيه اثناء الحدث، لكن علم الفراسه هو أنماط الشخصية، أو سمات الشخصية العامة للإنسان عن طريق خلقة الإنسان. أقدر أعرف خلقه، لكن في لغة الجسد فقط أني أعرف نفسيته حاليا فقط. شدي خلاص؟ احنا من اول لقاء واحنا كل واحد ماسك نفسه كذي وقاعدين عشان دكتوره زينب لا تقعد تحلل. انا قاعده اطالع ريولك وين موجتهم. لا لا غير، ترى انا قصيره مضطره ان تكون ريولي. لا لا لا، قصدي الاقدام. اي تمام، عساها بس زينه. لكن هو منفتح. زين، ماخذ راحتي. ماخذ راحتي شوي. زين، كلش كلش لدكتوره زينب الزيادي على يعني على هذا الوقت وعلى تعليمنا بعض الحركات الجسدية. بس احنا نبي منك دورات ان شاء الله زايدة. ناخذها زيادة عشان نعرف الناس، عشان نعرف الناس ضيوفنا هو متوتر ولا مو متوتر ولا يا ذي الحركة هذه المتوتر ومو متوتر. شكرا جزيلا. الله يخليك، حياك الله. ختامها مسك معاش دكتورة زينب، كنا معاكم مشاهدينا طوال 4 ساعات اللي طافت من الساعة 9 واللي ساعة لغاية الساعة 1. حلقتنا اليوم كانت بلشناها بالمرور ومخالفات كثرة الطريق، بعدين دشينا على الشوبينج. اي هذا عندك. اي كان الموضوع شيق، فاليوم تنوعنا، وان شاء الله يا ربي ويكندكم يكون سعيد وتستمتعون بالاجواء الجميله بدوله الكويت. نشوفكم على خير يوم الاحد ان شاء الله. مع السلامه.